الظروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. إحنا لازم نحافظ على ظهرنا، أرجوكم يا جماعة حافظوا على ظهركم، أرجوكم ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجئة تضر الظهر. التهور مفيش منه فايدة. لما نيجي نشوف العالم كله على فكرة في حالة تهور كبيرة جدا في التعامل مع الظهر، والنتيجة بتكون وخيمة جدا، وقعات عنيفة. جسم البشري أضعف مما تتخيل. الناس بتتهور، والدمن ممكن يكون مشكلة في الظهر كبيرة جدا. التهور بقى المصري بيكون غير كده. التهور المصري بيكون إن أنا بساعد أختي في الجهاز فرح، شايل شيلة جامدة، بعمل منظر كده في فرح ولا في حاجة فشيل العروسة لاني فرحان. الانتخابات ايا كان بقى، اي انتخابات يعني انتخابات نوادي، انتخاب مش عارف نقابة، انتخاب اي حاجة، واحد لازم يشيل حد. يعني في واحد فوق وواحد تحت، واللي فوق ده بيهتف، واللي تحت اللي فوق بيجيله كسر في ظهره، واللي تحت بيجيله كسر في ظهره، الاثنين. الجراحات تقدمت لكن بلاش التهورات. والجراحات تقدمت وبقى في نوع معين من الجراحات دلوقتي اسمه الجراحة الملاحية. هنشوف معنى كلمة الجراحة الملاحية. العالم كله على فكرة ناحية النافيجيشن، ناحية الجراحة الملاحية، وقاية، أعرف أنا داخل فين، كل حاجة شايفها. في فروع كتيرة في الطب، يعني في الأسنان، النهاردة في المخ والأعصاب هنتكلم على الجراحة الملاحية. النهاردة أكيد يعني هنستمتع جدا بحوار إكسترورديناري مع ضيفي العزيز القيمة الجراحية الكبيرة، واسم جراحي يعني ولا أروع، وما شاء الله مهارة خاصة جدا في تنفيذ الجراحات الصعبة جدا والتقدمية العلمية التكنولوجية اللي أحرزها في نيوروسباين، حاجة تدعو للفخر في مصر، وأكيد برضو جزء كبير جدا من السياحة العلاجية أكيد يكمن في هذا المكان في الصرح الكبير اللي ضيفي العزيز بيقوده، ضيفي العزيز الجراح المتميز الأستاذ دكتور يوسف الحميلي. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور. حييك طبعا على السياحة العلاجية، وحييك على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود. الحقيقة أنا متشكر جدا، ومتشكر جدا لكل مريض أنت أفدته. وعلى فكرة أنا بيصلني كثير من المرضى اللي بيحبوك قوي وبيدعوا لك كتير جدا، والله وحضرتك، وأنت كنت سبب في أن هم ربنا يهديهم إلى يعني طرق الشفاء. وعلى فكرة كل مريض بنعمل له عملية ناجحة جزء منه كبير في ميزان حسناتك، ربنا يكافئك عليه. ده اللي اشكرك حقيقي. يعني هي طبعا علاقة جميلة جدا، سنوات طويلة من العمل الدوم الحقيقة. وبحيي فيك أفكارك الجديدة وإبداعك المتواصل، واعذرني ان انا ما بجيش كتير. انت موجود على طول، احنا بس يعني احنا عندنا ما شاء الله مكتبه كبيره جدا لكل التاريخ الطويل والعمل المستمر. مكتبه اسبوعيه بنطرح فيها افكار في دكتور وفي الناس الحلوه ما شاء الله. يعني والجراحه الملاحيه اول من تحدث فيها في الوطن العربي كان حضرتك. وعلى فكره يعني انا ابشرك، يعني افرحك بحاجه، انه فكره الملاحه دخلت في الاسنان، بقينا دلوقتي نتكلم في فكره النافيجيشن في الاسنان، وفي كل حاجه يعني. صحيح. مش بس يعني بقت في المخ والاعصاب، في العيون، كل حاجه. الحقيقه هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والاعصاب من مئات السنين. يعني الجراحه الملاحيه دي بدات بما يسمى بالجراحه المجسمه، بداها عالم جراحه مخ واعصاب مع مهندس، وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع أدوية الشلل الرعاش الناجحة اللي هي الإل دوبا ومشتقاتها. وتطورت مع تطور الكمبيوتر، أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادات الطائرات.
واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات، استخدام استحساسات العصب، قياسات درجات وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية، كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية. فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة، والأهم من ذلك أن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماما مع حالة المريض ومع المرض بتاعه. حتى لما باجي أعمل عملية ورم في المخ ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية، وده بيفيد كتير جدا في تنظيم جرعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية. هقف بقى عند تفهيم البسطاء والناس العادية لمعنى مفهوم الجراحة الملاحية، ونرفع المستوى شوية ونقول إيه آخر إصدارات الجراحة الملاحية في جراحات العمود الفقري تحديدا. هي الجراحة الملاحية بالضبط هي طريقة بناخد بيها كل المعطيات بتاعة المريض نحطها على الكمبيوتر، وفي أثناء العملية الجراحية في قياس دقيق لكل خطوة بنخش فيها العملية الجراحية، بتدخل أي حاجة داخل جسم الإنسان بتبقى متصورة، والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية. بمعنى أنا برسم سيناريو، هعمل عملية بالمنظار، أنا معايا الجراحة الملاحية بتقول المنظار ده داخل فين، على بعد قد إيه، أنا اخترقت الجلد دخلت إلى طبقة أخرى، أنا داخل على العظم بتاع الفقرات، في مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها أستطيع أن أنا أستأصل الغضروف. يمكن لو معنا بعض الفيديوهات الإرشادية هتبلنا هنقدر من خلالها نشوف الكلام ده بشكل أكثر دقة. في عملاقين بدأوا مع بعض أو يعني بدأ نجمهم يبزغ في عالم المخ والأعصاب، جراحات الملاح أو الجراحات الملاحية وجراحات محدودة التدخل. فعايزين نبص برضو يعني احنا يبقى الحوار دايما ماشي متوازن ما بين الاثنين. يعني ايه كلمة محدودة التدخل؟ اللي اخترع جراحات محدودة التدخل هم علماء الجراحة الملاحية. أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأساتذة المتخصصين في الجراحة الملاحية. أنا مش بقول كده عشان أنا راجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط، لا أنا بقول كده عشان ده العلم الحقيقي. اختراع أن احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجمجمة أو من فتحة صغيرة في الظهر ما ساعدناش في ده أن احنا نعمله ونطبقه صح إلا الجراحة الملاحية. وبالتالي هي الفرع الأساس الذي انبثقت عنه كل هذه التدخلات الجراحية. يكفي أن أول عملية أجريت بالريبوت كانت عملية بالجراحة الملاحية في المخ. العمليات اللي بتتعمل اللي هي التيلي سيرجري أو العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية بتعمل عمليات المخ الوظيفية اللي هي للشلل الرعاش وإصابات الحركية و وبتعمل عمليات استئصال الأورام، وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني، وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري. وأنا الحمد لله رب العالمين كنت من أول الناس اللي استخدمت التطبيق ده في الجراحات العمود الفقري، بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري زي تثبيت الفقرات العنقية أو تثبيت الفقرة العنقية الأولى أو كسور الفقرات العنقية الأولى والثانية. مين المريض؟ لأنه احنا لازم نختار مريض معين يصلح له إجراء جراحة ملاحية، وأيضا مريض يصلح له جراحة ملاحية بنظام جراحات محدودة التدخل. الحقيقة هو كل الجراحات يجب أن تطبق فيها الجراحة الملاحية، لأن ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقة إلى العملية وبيدينا رؤى واسعة جدا في أثناء العملية الجراحية. فهو مبدأ وطريقة، زي لما أنا بستخدم كده عندي التكييف ولا استخدم مروحة، هو أنا هستخدم التكييف، ممكن استخدمه سخن وبارد، ممكن استخدم التكييف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات. دي طريقة إجراء عملية بالمنظار لاستئصال غضروف برضو، وأنا بطبق فيها الجراحة الملاحية. فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد آخر، فأنا أقدر أطبقها حتى في الجراحات العادية. أفيد تطبيق لها طبعا في الجراحات محدودة التدخل، في الجراحات بالمنظار، في الجراحات الميكروسكوبية.
هي بتديني ان انا اقدر اقيس دقة اللي انا بعمله خطوة بخطوة، وبالتالي غير مسموح بان انا اخرج من العملية دي وعملت خطوة محتاج ان انا اعملها بعد 3 سنين للمريض. لا، ده انا العملية بتاعتي عملت العملية، شلت الغضروف، بعد ما شلت الغضروف بصور بالأشعة وأطبق ده وقارنه بأشعة المريض، أجد هناك فروق في حركة الفقرات، أعرف أن المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات، هيظهر لي بعد 1 أو 2 من العملية بتاعتي، فأقوم عامل تثبيت في أثناء العملية، ودي حاجة جميلة جدا. كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك أو جراحات الظهر الفاشلة. التايتل ده بعد استحداث الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحة الملاحية، تطبيقات الأشعة داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدأ النافيجيشنال سيرجري أو الجراحات الملاحية، تقلص هذا المفهوم إلى أرقام ما تحت 1/10. ليه؟ لأن أنت خدت الأبعاد الأخرى اللي ممكن كنت محتاج إنك تعمل العملية والمريض ده يمشي شوية ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتا دي. هنا مثلا احنا استأصلنا الغضروف وظهر لنا إن الغضروف ده بعد ما استأصلناه المريض، الفقرات قبل ما نستأصل الغضروف كانت إلى حد كبير جدا ثابتة، لما شلنا الغضروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات، فأصبحت الفقرات دي متحركة، فأنا محتاج أحط حاجة أو أعمل شيء أثبت بيه الفقرات. يبقى أنا استخدمت المنظار، عملت بيه العملية، شلت بيه الغضروف من غير ما أعمل أي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. لأ، والجراحة الملاحية والجراحة وجود الأشعة داخل غرفة العمليات إداني بعد آخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشي ويتحرك ويعمل مجهود، استفدت منه في ان انا منعت ان ده يحصل. كالعادة نورتنا واسعدتنا، واشكرك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك الرائعة في التثقيف ونقل الثقافة الخاصة بي. اولا يعني رسالة مهمة اللي انت قدمتها عبر السنوات هي نقل الثقافة الخاصة بواحدة من فروع الطب اللي كانت الثقافة فيها الحقيقة بعافية قوي. كانت الثقافة بتدعو للناس انها تروح تعمل العبو عصاية وتعمل خزامة في الأودان وتعمل كي والغاية دلوقتي على فكرة موجودة في بعض الحتت، لكن احنا بنحاول نتوغل. يعني كل ما اشوف، انا ما رحت في الأقصر في رحلة، يعني في سفرية كانت جميلة جدا، فرحت جدا ان اهل الأقصر المكان ده عظيم، يعني مكان الصعيد عظيم جدا، بيتفرجوا وعندهم فرجة بإتقان وبنهم، فده فرحني جدا. فده لما نوصل هناك ونوصل للقفور والنجوع والقرى ويتفرجوا علينا ويبداوا يتثقفوا، الناس دي ممكن جدا يكون ناس ما تعرفش تقرا وتكتب فيهم، بس عندهم قدره الثقافه، عندهم جين الثقافه، يقدروا يستوعبوا الكلام ويميزوا ويقول لك لا. والناس بدات تفهم، لا ده لا هنعمل كريم للي عنده انزلاق وظروفي، ما احنا شفنا يعني الفترات اللي فاتت، والله كنت يمكن وانت غايب ساعات وانا بقلب في القنوات اللي هي تحت السلم الاقي واحد يقول لك عندي انزلاق غضروف اعمل له كريم لظهره. كريم ايه اللي هيعالج انزلاق غضروف؟ يعني مع حاجه ما تخطرش في بال حد. هو دائما العلم بينير الطريق. طبعا دائما كل من اتبع النور بيصل. نورتنا واسعدتنا. ضيف العزيز الاستاذ دكتور يسري حميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره والمدير لمستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه، واحد من رموز جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي. كان في الناس الحلو، خليكم مع الناس الحلو.